السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين قناة حسام حسن سيلفر ستار ومحبين محل سيلفر ستار. نبدأ بسم الله، وأهلا ومرحبا بكم في قناة حسام حسن سيلفر ستار. طبعا النهارده هنتكلم بأمر الله عن الكابل فيشن والكابل ستريتش، ايه الفرق بينهم، والحزام الكلاسيك والحزام الجينز والحزام الكاجوال والحزام الجلد الطبيعي والخامات وأنواع الخامات دي. طيب نبدأ بسم الله الأول عن الكاب والحزام. الكاب طبعا الخامة اللي هي الستريتش، طبعا دي خامة من اللي هو المميزة، اللي هي طبعا اللي انا وريتها لكم قبل كده في فيديو، اللي هي الخامة دي. دي خامة طبعا اللي هي الستريتش، عايز اوريها لكم. بصوا هي دي كده خامة ستريتش، دي كده خامة طبعا بتبقى ما شاء الله عليها، حتى بيبقى من الظهر بتاعها وبعدها الصورة بتاعتها كده، دي كده اللي هي الخامة الستريتش. طبعا الكاب ما شاء الله عليك في اللبس، يبقى حاجة كويسة، تحس ان هو خفيف معاك، يعني تبقى خامة زي اللي هو بيتمط كده زي البنطلونات. في بناطيل بتبقى اللي هي البنطلون الاستريتش طبعا انتوا عارفينه، فهي الخامة الاستريتش شبهه بالظبط. اما بقى بالنسبة للخامة الخشنة، طبعا دي خامة بتبقى عاملة شبه كده، دي الخامة الخشنة. احنا كده طبعا عرفنا ايه الفرق بين الخامة الاستريتش والخامة الخشنة. الخامة الخشنة طبعا بتبقى ناشفة شوية، مش بتتمط معاك في اللبس، بتبقى حاجة عادية كده، يعني بتلبس على طول كده بتبقى حاجة عادية. غير طبعا الخامة الاستريتش ممكن تبقى كده عادي، مش أي مشكلة بقى. نتكلم بقى على موضوع الحزام الكلاسيكي. طبعا الحزام الكلاسيكي في ناس بتقول مثلا اللي هو 2.5، اللي هو الخامة اللي هو رفيعة شوية ده، الكوب بتاعته برضه مميزة، مش الكوب اللي هي العريضة قوي ولا رفيعة قوي، لا. في ناس بتحب اللي هو الكوكا اللي هي مثلا رفيعة أوي، اللي هي السباتين دي شوية، زي ما يعني زي ما بيقولوا بالبلدي، اللي هي بتبقى الكوكا كده صغيرة شكلها حلو وغريب في اللبس، بتبقى ساعات بدلة بتبقى طبعا شكلها ايه حلو. في برضه بقى اللي هو الحزام الكاجوال، ما بقولوا بقى هو برضه رفيع، يعني شبيه الحزام الكلاسيك، بس هو حاجة يعني تبقى حاجة رفيعة 2.5 كده برضه، بس التوكا بتاعته بتبقى مختلفة شوية، بيصير فيه التوكا اللي هي الجاكوار، التوكا مش عارف ايه، توك طبعا بتبقى عالمية، ماركات عالمية، بينزل منها التوكا شكل اديداس، بينزل منها التوكا شكل ديزل. طبعا دي يعني في كذا وانواع يعني مميزة قوي، وعلى فكرة التوك دي بتبقى تحفة مع حزام الكاجوال بالذات، مش الكلاسيك. طبعا الكلاسيك بتبقى احنا طبعا عارفين ان هو البدلة خاص بالبدلة بس فقط، ما ينفعش يكون في اي شغل يعني اي حاجه تشغلك حزام بيبقى منظره باين، صح كده؟ في برضه بقى اللي احنا طبعا بنتكلم بقى عن اللي هو الحزام، احنا كده اتكلمنا عن الحزام الكاجوال والحزام الكلاسيك. في بقى اللي هو الحزام اللي هو بين البنين، اللي هو العريض ده، الحزام اللي هو ده طبعا بيتلبس مع اللبس برضه، اللي هو ايه مثلا على التيشيرت وبنطلون الكلام ده، طبعا زي ما بيقولوا ايه بالبلدي يعني، فدي بتبقى حاجه برضو ايه مميزه. طبعا دي طبعا التوكه اللي هي العريضه، اللي هو الجلد الطبيعي بتاعه اللي هو النضيف، اللي هي الخامه الديزل، اللي هو طبعا المطبوع الاصلي، مطبوع الشغل الدماغ زي يعني زي ما بيقولوا، فده بتبقى حاجه بجد خامته تحفه قوي، والجلده بتاعته اصلا كمان بتبقى طريه كمان في اللبس، ممكن تولع فيها بالولاعه. في ناس طبعا تقول لك انا شغل دماغ، ده على فكره ده الجلد الطبيعي ومش احسن منه مش عارف ايه، هو اصلا ما يفهمش اي سلطه تفتحينها في موضوع الجلد الطبيعي ده بالذات. فالجلد الطبيعي يا جماعه ده بيبقى انواع، بيبقى خامات تمام. فالجلود موضوعها كبير، مش من حلقه واحده كده تعرفوا كل يعني ايه الجلد والكلام ده كله، لا ده في جلد العيس وجلد بقر وجلد الجاموسي ومش عارف ايه، جلود انواع. فانت خليك يعني تبقى انت عارف يعني ايه الجلده اللي انت مثلا بتنزل تشتريها دي، ايه الخامه اللي انت مثلا نازل تشوفها دي، ايه الخامه مثلا اللي انت نازل تبص عليها دي، ايه. فخلي في تمييز بين الجلد الطبيعي وبين الجلد العادي. فاتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو اي حد عجبه الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لك كل ما هو جديد. ولو انت اول مره تسمعني او اول مره تشوف الفيديو ده اشترك في القناه عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.